معايا عبر الهاتف الان واحد من اللي كان شايل برضه مسؤوليه كبيره، يعني مسؤوليه صعبه جدا، كونه واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ تدريب منتخب اولمبي او حتى كلاعب في منتخبات الشباب والمنتخبات الاولمبيه والمنتخب الاول، الكابتن الكبير كابتن وائل رياض المدرب العام للمنتخب الاولمبي من المغرب. يا كابتن وائل الف مليون مبروك. الله يخليك كريم، ربنا يخليك. انت وش الخير علينا، تاني مره على التوالي نوصل الاولمبيات وانت الطرف المشترك في الاثنين. الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا سبحانه وتعالى وبشكر فضله على ان احنا يعني نتاهل ونفرح المصريين كلهم ونبقى متواجدين للمره الثانيه على التوالي، مصر تبقى موجوده في الاولمبيات وعالم مصر يترفع في الاولمبيات باذن الله. فده على المستوى الجماعي، على المستوى الشخصي اكيد فرحه كبيره جدا بوجودي في الاولمبيات باذن الله لو ربنا اراد وكان ليا عمر يعني اروح معاهم باريس. فان انا اتواجد في الاولمبيات للمره الثانيه على التوالي اعتقد ده مجد شخصي بشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه بشكل كبير جدا. من الحاجات اللي كنت لسه بقولها قبل ما تدخل على طول ان المنتخب ده منتخب ظروفه صعبه، جهاز فني متولي المسؤوليه من فتره قصيره، ما فيش مباريات وديه كثيره، ما فيش تجمعات كثيره، حتى اللاعبين رغم ان هم مميزين ولكنهم مش كلهم اساسيين مع فرقهم، ورغم كده عملتوا حاله رائعه جدا كجهاز فني وعملتوا شكل جماعي ممتاز جدا في كل المباريات. يعني احنا متواليين المهمه شهر 8 اللي جاي، نص 8 اللي جاي هيبقى بقى لنا سنه بالظبط في توالينا مهمه الاولمبيات، يعني مهمه المنتخب الاولمبي. انما السنه دي كان فيها معسكرات ما كانتش كبيره لان الاجنده الدوليه السنه دي حوالي 3-4 اجندات، فانت ما كانش في معسكرات بشكل مكثف يعني. انما في الاخر قدرنا ان احنا نعمل توليفه كويسه، قدرنا ان احنا نحط ايدينا على التشكيل والتكتيك اللي هنلعب بيه وطريقه اللعب والكلام ده كله. برضو شكر لكل انديه مصر بمختلف اداراتها وفنييها وكل حاجه، لان هم كانوا متعاونين معانا بشكل كبير جدا، وفي اوقات كان كنا بنحاول نعمل يعني معسكرات بره الاجنده الدوليه وكانت الناس متعاونه معانا بشكل كبير جدا الانديه المصريه كلها. صحيح. فبرضه ليهم دور كبير في اللي احنا وصلنا له. ف يعني المهمه صعبه على المنتخب ده، انما في الاخر احنا المصريين رجال المهام الصعبه ودايما بنشتغل في ظروف صعبه وبننتج في الاخر وبنحاول دايما ان احنا نكون قد المسؤوليه، والحمد لله فرحنا الشعب المصري ثاني وثالث وعاشر، ويعني لو عشنا حياتنا كلها عشان نفرح الناس اكيد مش هنوفي حقهم. وانا داخل الهوا كنت فتح الموبايل وشفت لايف انت عامله على صفحتك وبتبكي في الفيديو ده، وتحسيت بتاثر كبير وضغط كبير، انت كنت حاسس بضغط شخصي عليك انت تحديدا؟ لما تبقى من الفنيين، يعني انا يعتبر الفني الوحيد، انا وكابتن سيد السويكي الفني الوحيد اللي موجود في الجهاز، هذا عاتق كبير جدا لان انت همزه الوصل ما بين الفني البرازيلي وما بين اللاعبين المصريين، فطبيعي جدا انك تبقى مضغوط. احساس ان انا عايز يعني اتواجد في الاولمبيات للمره الثانيه على التوالي دي بتمثل عليها ضغط شديد. كل الكلام دوت، انما البوكا اللي بعد المباراه يمكن ده حاجه يعني تلقائيه وحاجه طبيعيه ودي دموع فرحه، لان في الاخر يعني انك انت تبقى سبب في اسعاد الشعب المصري. انت عارف يا كريم ان احنا الكوره بالنسبه لنا متنفس كبير جدا والناس بتحب الكوره بشكل عامل ازاي، فده كان شعور تلقائي ما مش مصطنع خالص ولا مقصود ولا أكيد. اي حاجه أكيد. ولكن انا لما بعد المباراه دخلت شفت الموبايل لقيت كم الرسائل بطريقه غير طبيعيه، فالصراحه ما كنتش قادر ارد على واحد واحد، فقلت اعمل لايف بحيث ان انا اعيش معايا الناس في اللحظه المهمه دي واللحظه التاريخيه دي ان مصر تتواجد للمره الثانيه على التوالي في الاولمبياد. هو ده سبب الفيديو. هقول لك حاجه، كنت قلقان منها في البطوله دي، قلقت منها جدا، يعني احنا عملنا مباراه كبيره جدا ورائعه جدا قدام النايجر اول مباراه، والمباراه خلصت تعادل بسوء حظ مش طبيعي، يمكن ما شفتوش بالكوره قبل كده. قلقت بعد المباراه دي ان احنا نرجع لورا، ان يحصل لنا حاله احباط، ورغم كده المباراتين اللي بعد كده عملناهم بشكل ممتاز، تحديدا مباراه مالي عملناها بشكل رائع جدا. لا احنا ما كانش عندنا احباط خالص، بالعكس احنا بعد المباراه الاولى هنينا اللعيبه وباركنا لهم على الاداء، لان احنا لما بنحلل المباراه بنحلل من مجالس المدربين مش من مجالس المتفرجين، فممكن المتفرجين يبقى النتيجه مضايقاهم وهي اكيد مضايقانا، ولكن احنا في الاخر بنحلل هل
احنا وصلنا وعملنا ونفذنا ولا لا، والتوقيت بيبقى ليه دور كبير طبعا. فاحنا لما اتفرجنا لقينا ان احنا عملنا ماتش كبير جدا وخلقنا لنفسنا فرص كتير جدا، انما التوفيق من عدمه انك النهارده يبقى الاوف داي بتاعك ما فيهاش مشكله خالص، وارد ان انت تحرز بعد كده. فده اللي ما كانش عندنا القلق بتاع الناس، بالعكس كنا هاديين جدا واتمرنا بشكل قوي بعديها وركزنا بشكل كبير، وقدرنا ان احنا يعني احنا جايين لهدف معين وهو تصدر المجموعه، ومن ثم بعد كده الوصول للاولمبيات، وبعد كده نلعب على اللقب. يعني دول الثلاث اهداف خلصنا منهم هدفين، الهدف الثالث ان شاء الله باذن الله وهو هدف فرعي، يعني الهدف الاساسي هو التاهل للاولمبيات، وده اتحقق بنسبه 100%. حلو انك توضح الكلام ده، حلو انك توضح ده، عشان كنت لسه اوضحها كابتن وائل انه الهدف من البطوله دي لكل المنتخبات هو الصعود للاولمبيات. البطوله دي معموله وكانها تصفيات مجمعه للصعود للاولمبيات، مش الهدف هي مش هي, هي مش هي مش كانها ده هي هي فعلا تصفيات. انا اقصد كده يعني بالظبط، اول ثلاثه هم اللي بيروحوا والرابع بيصفي مع رابع اسيا. فانت الهدف الاساسي والرئيسي بتاعك هو ان انت تصعد للاولمبيات وتتاهل وده اتحقق زي ما بقول لك الكريم بنسبه 100%. صح، بعد كده اعتقد ان الامور هتبقى اهدى وهتلعب مباراه هاديه جدا، لانك انت خلاص يعني الهدف اللي انت كنت مضغوط عشان تحققه حققته. صحيح. انت المفروض المباراه القادمه الفاينل هتبقى في الرباط، مظبوط؟ انتوا هتتنقلوا من طنجه لاول مره، من لاول مره المباراه القادمه قدام المغرب او مالي هتبداوا تشتغلوا عليهم؟ المباراه شغاله دلوقتي، المغرب كسبانه مالي، انما احنا بنتفرج على المباراه دلوقتي هو متوقع المغرب تكسب يعني. والله في كره القدم مفيش توقعات، بس هو طبعا يعني نسبه التوقع الاعلى في صالح المغرب اكيد صاحبه الارض. بالظبط، انما ان شاء الله باذن الله يعني نعمل مباراه كويسه، وفي الاخر احنا والمغرب نتاهل، ده هدف مهم جدا ان احنا نتواجد في الاولمبياد احنا الاثنين. صحيح. كابتن وائل رياض المدرب العام لمنتخبنا الاولمبي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى الصعود رسميا لاولمبياد باريس بعد الفوز اليوم على غينيا في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه.